اكشن. معلش سرحت شوية. هو أنا سرحت عشان تركيزي ضاع ولا ضاع تركيزي عشان كده سرحت؟ ده موضوع فيديو النهاردة. هو بصراحة الموضوع ليه فلسفة، هنتكلم فيه على 3 أجزاء. إذا فقدت تركيزك وأنت بتسمع شيء معين أو أنت مثلا بتشوف شيء معين، يعني على سبيل المثال الألم ده لو أنا فضلت كده مثلا بصصت لمدة 30 ثانية، أنا هفقد تركيزي تماما على الألم وعلى كل تفاصيله. في نفس الوقت برضه لو أنت فضلت تسمع صوتي لمدة 50 ثانية متواصلة بدون أي انقطاع، برضه هيضيع تركيزك معايا. ضياع التركيز معناه إن أنت مبقتش فاهم أو مبقتش مستوعب أنا بقول إيه بالظبط، أو مبقتش فاهم أو مستوعب اللي أنت الشيء اللي أنت بتتفرج عليه، أو مبقتش عارف تفاصيل الشيء اللي أنت شايفه قدامك. طيب لو حبينا إن احنا نعرف التركيز، التركيز هو الوعي الكامل للشيء أو الانتباه. في نفس الوقت برضو ضياع التركيز معناه الشبوط أو التشتت. معنى كده إن هو الإجابة على السؤال اللي أنا سألته في أول الفيديو، اللي هو أنا سرحت عشان ضاع تركيزي ولا ضاع تركيزي عشان أنا سرحت، فهي الإجابة الأولى، أنا سرحت أو شردت عشان خاطر أنا ضاع تركيزي. الجزء الثاني هو سبب المشكلة. سبب المشكلة اللي بيخلينا نفقد التركيز، اللي بيخلينا نفقد الانتباه. سبب رئيسي هو العقل. عقلك هو يعتبر ريموت كنترول للموضوع كله، فبالتالي هو اللي عنده الأسباب أو عنده الحجج اللي هي تقدر تقول يخليك تفقد تركيزك أو تفقد انتباهك للشيء المعين. الحجة الأولى هي الملل. عقلك بيقول لك إن الموضوع ده ممل، تكون قاعد في حصة التاريخ، مدرس التاريخ عمال يشرح الحرب بين الفرس والروم، دخول المغول على الاتحاد الأوروبي، الحروب الأهلية في أفريقيا، وأنت مخرج بيقول لك وأنا إيه اللي استفادة من ده كله، فبالتالي يدخلك في حالة التشتيت أو عدم الانتباه. الحجة الثانية وهو استقبال المعلومات الكثيفة في وقت قصير جدا. يعني ايه؟ يعني تستقبل معلومات كتيرة جدا جدا في وقت قليل جدا، زي مثلا تيجي ليلة الامتحان وعايزين نلم كل المواد وكل حاجة، انت عايز تراجع كل السلايدز او تحل كل التمارين في ساعة ولا ساعتين، فبالتالي بتضغط على عقلك بشكل كبير جدا، تدخله شوية معلومات كتيرة جدا، فعقلك يقول لك بس ثانية واحدة، شتت انتباهه وافقده تركيزه. فبالتالي حل من ضمن الحلول المهمة جدا في الحالة دي ان انت تاخد بريك، اللي كنا اتكلمنا عنه في فيديو من فيديوهاتنا هنا على قناة توكي جاموس. تاخد بريك مثلا كل 25 دقيقة، تاخد بريك لمدة 5 دقائق ولا 10 دقائق عشان عقلك ما يقولكش ستوب انا دخلت في مرحلة عدم التركيز. طب انت لو عانيت بقى في المرحلة دي هتخش بقى في المرحلة اللي بعديها، هو مش هيفقدك التركيز بس، هتعاند معاه وتضغط عليه اكتر، هيدخلك في حالة الألم اللي هو الصداع او الشعور مثلا بضغطك يكون عالي، جسمك مثلا يسخن بشكل معين، فيصيبك حاله من فقدان التركيز من الصداع او التوتر. تالي تقدر ان انت بقى ساعتها بدل ما بنعالج الملل هنعالج كمان حاجات تانية بجانبه. فبالتالي زي ما قلت لك البريك او انت تاخد فتره راحه هو ده الشيء المهم جدا. الحجه الثالثه وهو فقدان السيطره. يعني ايه فقدان السيطره؟ اللي هو انت بتتشتت من اتفه الامور. يعني على سبيل المثال انت قاعد بتعمل شيء تلاقي مثلا ايه حد مثلا صوت طلع جالك من بره الاوضه، فتتشتت فتطلع تشوفه هو في ايه، مخك بقى يقول لك الحجه ديت عشان تقول لك ايه ده، ايه اللي حصل. او على سبيل المثال جالك نوتيفيكيشن على الموبايل، عندك الفضول ان انت تروح تشوف النوتيفيكيشن دي بتقول ايه، او ان انت مثلا على سبيل المثال بتخلص البيت غن فتشوف مين اللي جالكم ولا مين اللي خرج، ايا كان من هذه المشتتات او توافه الامور اللي ممكن تحصل تشتتك عن تركيزك. فبالتالي عقلك بيقول لك لو سمحت اتشتت عشان خاطر شيء تافه جدا او شيء بسيط حصل وانت بتعمل المهمه اللي عليك. الحجه الثالثه وهي التشتت. دي بقى بص اسهل حاجه للعقل، اللي هو يعني تتشتت لاتفه الاسباب. جالك نوتيفيكيشن وانت قاعد بتذاكر وانت قاعد بتعمل شيء عندك الفضول تروح تبص عليها، او مثلا وانت بتذاكر تشخبط بقى الشخابيط، تلاقي مثلا بعد ما خلصت مذاكره لقيت الكراسه كلها بقت شخابيط. الشخبطه دي مثلا ممكن تقعد فيها على الاقل مثلا ربع ساعه، تعمل بقى مثلث بقى وتقعد ترسم جواه ولا مضلع وتقعد ترسم اشكال هندسيه وتطلع الفنان اللي جواه. او يجي لك مثلا نوتيفيكيشن على مثلا انستجرام او على تيك توك، تقعد بقى تقلب في الريلز بقى كده، انت جالك نوتيفيكيشن واحده بس، تقعد تقلب في الريلز كده تلاقي نفسك ضيعت لك بتاع حوالي نص ساعه. او مثلا جرس البيت خبط فيبقى عندك الفضول تعرف مين اللي جه، سمعت صوت تعرف ايه اللي حصل. كل هذه الاشياء من ضمن المشتتات اللي عقلك بيعملها كحجه عشان خاطر يفقد تركيزه. حل من ضمن الحلول المهمه جدا جدا ان انت تعمله ده ان انت تاخد بريك. ايوه وانت عمال تقلب في ريلز كده خد بريك من الريلز دي،
خد بريك لمده مثلا دقيقه دقيقتين عشان تراجع فيها نفسك وتقول نفسك وانا اصلا ايه اللي دخلني هنا، انا ايه اللي جابني هنا، انا ايه اللي قومني ان انا اروح اشوف مين اللي بيخبط على الباب. او وانت بتشخبط خد بريك من الشخبطه، اقف لمده دقيقه او دقيقتين راجع فيهم نفسك، هتلاقي نفسك انت طلعت بره المهمه اللي انت كنت بتعملها، فبالتالي هترجع تعمل مهمتك تاني او تذاكر تاني او تعمل شيء المفيد اللي انت كنت بتعمله. فالحلول موجوده وسهله، في حلول انت ممكن تقدر تعملها بنفسك، وفي بقى حاجات تانية ممكن تساعدك على ايجاد الحلول دي، زي مثلا على سبيل المثال تطبيق اسمه 1 second، 1 SEC. التطبيق ده بيقول لك ايه بقى، لما تيجي تفتح كده الانستجرام او الفيسبوك يقول لك ايه، معلش ثانيه واحده، خد نفس عميق كده، انت محتاج فعلا تفتح التطبيق ده، فانت يعني هو بيسالك، فانت لو انت متاكد فعلا انت هتدخل التطبيق فتدوس اوكي وبعد كده يدخلك التطبيق. او مثلا يقول لك على فكره انت كنت فاتح التطبيق ده من 5 دقائق، انت محتاج تفتح التطبيق ده تاني، فانت تقول له اوكي وتدخل عليه، فبالتالي هو يعتبر ضميرك الصاحي اللي بيقول لك معلش خد بالك انت كنت هنا من 5 دقائق، او هل انت فعلا محتاج تسيب الحاجه المهمه اللي في ايدك وتدخل على الانستجرام او على الفيسبوك، فبالتالي التطبيق حلو جدا ومهم جدا. الحل التاني وهو حل استقبال معلومات كتيره جدا جدا في وقت قليل، على سبيل المثال انا محتاج ان انا اذاكر النهارده 3 ساعات، ازاي اذاكر 3 ساعات؟ احنا ممكن تستخدم التطبيق او الطريقه اللي هي اسمها بومودورو تيك، كنا قلنا عليها في فيديو من ضمن الفيديوهات اللي بنشرها هنا على قناه توكي كامبوس، وهو فيديو تنظيم الوقت. هتستخدم فيه اللي هو تطبيق او نقدر نقول طريقه البومودورو، ان انت تذاكر لمده مثلا 25 دقيقه ولحد 40 دقيقه وبعد كده تاخد بريك وشوف الفيديو وارجع تاني وادعي لي وانت بتطبق الطريقه دي، طريقه فعاله ومجربه هتساعدك بشكل كبير جدا جدا ان انت تستقبل معلومات كتيره في وقت قليل. ثالث حل من الحلول المهمه جدا وهو حل الملل، مثلا في حصه التاريخ او بتسمع شيء انت بالنسبه لك او عقلك بيقول لك ان هو ممل، هي طريقه كونن ميثود. طريقه كونن انت تجيب الورقه بتاعتك وتقسمها لثلاث حاجات، قسم كبير جنبيه قسم صغير وتحت القسم الثالث، يعني 3 اقسام، كبير صغير والقسم الاخير تحت في الورق. هتكتب عنوان الماده فوق او الموضوع اللي انت بتسمع عنه، في القسم الكبير تبتدي تكتب الافكار الرئيسيه ورؤوس المواضيع اللي انت بتسمعها من المدرس في القسم ده. الجزء الصغير اكتب فيه الاسئله المتوقعه والاسئله اللي انت حابب تسالها او اللي انت شايف ممكن تيجي في الامتحان، او الملاحظات المهمه جدا جدا اللي انت شايف انت محتاج تجمع عنها معلومات في القسم الصغير ده. وفي اخر قسم تحت اكتب فيه الكلمات الافتتاحيه او المفتاحيه نقدر نقول عليها الكي ووردز اللي انت محتاج ان انت تسال عنها، محتاج تعمل عنها بحث، او ان انت شايف ان هي هتكون هي راس موضوع فيما بعد ذلك وانت بتذاكر. يعني القسم اللي تحت ده تقدر تقول عليه كده لمبات اللي بتنور في عقلك ككلمات انت سمعتها من المدرس وانت تسمع منه الشرح. كده خلصنا مشكله دخول عقلك في مرحله التشتيت او عدم الانتباه، تقدر ان انت تسترجع تركيزك تاني. اتمنى انت تكون سمعت الفيديو ده اصلا بتركيز، لان احنا بنتكلم باكتر من 5 دقائق. ان شاء الله نشوفكم فيديوهات تانية هتكون مفيده ليكم ان شاء الله. تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس تستنوا فيديوهات توكي كامبوس. ان شاء الله نشوفكم على خير. كان معاكم احمد سلامه، سلام عليكم.